السلام عليكم حبيباتي، اهلا بكم على قناتكم غرفه ليلي. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. الو غبت عليكم هاد الايامات باسكو كنت مريضه، فريمون كنت مريضه بزاف. واليوم الحمد لله، الحمد ربي. نشكر الاخوات اللي سقساو عليا في التعليقات. الو اليوم درت لكم هاد الوصفه تاع مبسس، يعني بمكون يخليه يجي طري، يجي القلب تاعه معسل، فريمون جي رائع. نتمنى ان شاء الله تتبعوا الفيديو يعني حتى الاخير، يعني مرحله بمرحله باش تشحوا في هاد الوصفه الرائعه. فوالا حبيباتي، خليكم على فيديو، نقول لكم فرجة ممتعة، متنسوش باللايك والبارطاج كما العادة. فوالا البنات، الوغ بسم الله نبداو نديرو المبسس تاعنا. كما قلت لكم واحد المكون، المبسس تاعنا يجينا يعني يجي طري، ويجي يعني فريمون القلب تاعه يجي معسل. دوك تشوفوا معايا المكون اللي غنديره في المبسس تاعنا. هنايا يعني كييت لكم بالغرفية تاع الحريرة متوسطة، حجم متوسط. هنا عندي 3 غرفيات تاع السميد متوسط، كما راكم تلاحظوا معايا متوسط. كاين اخر بزاف يسقسوني، درت انا لو غونار، انا جو بريفير لو غونار. هنايا عندي الغرفيه غير هي تاع الزبده اللي ذوبتها، وراح نزيد معاها غير شويه، يعني شوفوا ميم با نص تاع كاس تاع لاتاي تاع الزيت. فوالا غرفيه قل اسبوع معمره تاع زبده وشويه زيت. هنايا عندي الوغ، هنا عندي زوج ملاعق فرينه اللي هو الطحين الابيض، ملعقه كبيره السكر. عندي راح ندير فيه ملعقه حسن في يعني في العجينه. عندي لافاني، عندي الملح، عندي شويه مازه باش نكه المبسس تاعي، والمكون اللي قلت لكم عليه اللي هو ياغورت ناتور زبادي طبيعيه. فريمون المبسس تاعنا يجينا يجي دو في الفم، ما يجي يعني واحد البنه فيه. دوك تشوفوا معايا. الوغ نبدا بسم الله، نروح نجيب الجفنه نبدا بسم الله. هنايا راح ندير 3 غرافه تاع السميد متوسط. فوالا كما راكم تلاحظوا معايا. هنايا راح ندير ملعقه سكر و2 ملاعق الطحين الابيض اللي هو الفرينه. راح ندير الملح، نملح المبسس تاعنا قد نصف ملعقه صغيره ما تكتروش. فوالا يعني دو اي عبر تفضلوه، بصح العبر خيرو كاع كيف كيف. هنا راح ندير لافاني، ملعقه صغيره لافاني. فوالا كيما هاك. وهنايا راح نخلط كاع هاد النواشف مليح مع بعضهم. فوالا كيما هاكا. هنا راح ندير الزبده مع شويه تاع الزيت، حوالي ميم با نص تاع كاس صغير تاع لاتاي. نبسس مليح السميد نتاعي مع الزبده. هاد الوصفه تجي بنينه بزاف تاع هاد المبسس هذا، يجي دو في الفم فريمون جي رائع. فوالا نبسس مليح هكا، حكم مليح بيديكم يعني باش تدخلوا مليح الزبده مع الزيت في السميد كيما هاك. ثاني النوعيه تاع السميد ثاني تلعب دور هام في المبسس ولا المقروض، ولا تختاروا نوعيه جيده. كاين اخوات اللي سقسوني كما قلت لكم في بدايه الفيديو، سي لو غونار. حنا عندنا هنايا المليح في فرنسا هو لو غونار. فوالا نحكه مليح، نحكه مليح كما قلت لكم. فوالا هنا راح ندير الحسل، اي حسل عندكم. انا غندير هذا، راح ندير ملعقه معمره مليح كما تلاحظوا تحسن فريمون، يعني لو كور تاعه القلب تاعه تاع المبسس تاعنا يجي هايل ويجي بنين. يعني ندير بس في القناه بصح بهذه الطريقه، خاطر الاولى نديرها عجبتني وقلت نشاركها معاكم هكا الاخوات يستفادوا. فوالا كيما هكا. هنا جبت شويه ماء، واحد ربع تاع غرفيه، ندير معها شويه ماء زهر باش نلم به المبسس تاعي. فوالا كيما هكا، نحكو مليح، دخلو مليح الحسل في السميد. فوالا هنايا راح ندير ياغورت ناتور، ولا كان عندكم ياغورت بالذوق الفاني بصح يكون كيما هكا، ما يكونش فيه المغصوه، يكون هكا رطب بيان ميكسي، ميكسوه مليح ولا شروه كيما هكا من الاحسن. فوالا ندير كاع حد الباطا هادي تاع لا بتيت بواط هادي لو بو. وهنايا نحاول يعني شوفوا معايا، نحاول ندخل مليح الياغورت في السميد
ملح حسب اللي درناه كيما هكا، يعني غير بصباحكم ما تعجنوش، غير كيما ندي كيما هكا اخوات المبتدئات. لفت فيكم عفوا، عجنتوا المبسس راه من بعد يجيكم عجنه. فوالا ندخل مليح كيما هاك غير بصباعي. ها صاي هنا بدا يتعجن لي شويه، مازال خاصه الحمد لله الماء والماء زهر. هذا مبسس ليكس مبسس وقلشناه. فوالا انا بدا يتعجن لي، شوف نزيد حكه مليح هكا باش القرط تاعها يجي مشمخ ويجي معسل. انا خدمته مليح. هنايا عندي الماء زهر، الماء زهر عندي قاطع، نتوما ديروا يكون عندكم. راح ندير غير شويه ماشي بزاف باسكو الريحه فيه قاطعه. هنايا راح يعني شوفوا شمخو غريب شويه. انا عندي سميدي يشرب فريمون، السميد تاعي يشرب يشرب الزبده ويشرب كاع السوائل. فوالا غير بصباعي كيما هاك نحاول ندخل الماء والماء زهر في البصل تاعنا كيما هاك. هنا درت ربع تاع غرفيه، يعني فايت شويه ربع كما شفتوا معايا. دروك نشوف. فوالا نزيد شويه تاع درت نصها، هذا بقى النص هنايا. فوالا غير بصباعي غير هكا شوفوا. صاي هنايا سيبو انا ما نزيد لا ما لا والو. صاي راه عندي شوفوا القوام تاع البسس تاعنا اللي غيكون كيما هكا، يعني تحكموا فيه تري بيان. خاطر كنت نقصوا له الماء غادي كي تقلوه كاع داخل لو كور تاع القلب تاعه يجي حرش، يشغل يجي مرمل، راكم فاهم، يجي يعني نحس هذاك السميد هذاك اللي يكون ماشي مبسس مليح. فوالا هنايا سي بون راني دخلت مليح فيه الماء. هنايا راح نشكله. فوالا نخدمو مليح. فوالا يعني شوفوا كي تكوروا كيما هاك، يعني تتلم عفوا تتلم معاكم بيان العجينه تاعكم. هاكا ناكد الاخوات المبتدئات هاكا باش المبسس تاعهم يشحوا فيه ما يتفتتلهمش في المقله ولا ما يجيكمش يابس. هاوينا العجينه تكون كيما هاكا. درت هاد الغرفيه قريب النص تاع الماء، قريب النص وشويه ما زهر، قد زوج ملاعق تاع ما زهر. هذا ملعقة الزبدة للأحسن. هنا العجينة نقسمها على زوج كما راكم تلاحظوا، ندير واحدة ومن بعد ندير الأخرى. يعني شوفوا السميد تاعي كي يشرب، بغي يشرب يشرب لي كاع المهرك اللي درناه. فوالا نحطها هنايا وهذي نخدمها نغطيها بيان سيغ باش ما يبسلناش. وهنايا بسم الله نبدا نشكل، ندير فوق نطخافها من الأحسن، نرطبها مليح. فوالا وهنايا نبدا نحلها. وهنايا بلو بوس بهاد لودوا هذا نحاول ندور كيما هكا عبيا ندير وقت الزبده يساعدنا يشكلوا الحبه تاعنا كي رفدوهم تانيك. خدمتها مليح ما قلت لاحظوا. هنا عندي هاد الطابع كيما تقدروا تقطعوه بالخدمه يعني بالموس ولا بالسكين، انا نفضل بهاد الطابع مدور ولا كاري كيما تبغوا. بسم الله يعني شوفوا السمك تاعه ما شغلت بزاف، ما تغلطوش بزاف ما ترقوهش بزاف يعني متوسط. بسم الله نبدا نشكل. فوالا هنايا حبه تاع البسس كيما قلت لاحظوا. هاي بينا السميد تاعي كيما قلت لكم فريمون يشرب بزاف السوائل. هذا مليح المقروض، هذا السميد هذا اللي يشرب كيما هكا مليح المقروض. ها من الحبه تاعنا هذه هي، الزيت راهي حمى بيان سور، نقلوهم في الحبه ان شاء الله. نبداو بسم الله. الزيت حميته ويعني سيب يعني بشويه تاع العجينه كي تشوفها طلعت يكون حمى حميته، من بعد نقصت له يعني النار متوسطه. بسم الله نبدا نقلي. وهنايا كما كنتو تشوفوا ندير حسن. ها وينا حسن هنايا ديريكتومون نغطسهم في الحسن، نحمرهم مليح. بسم الله
فوالا، يعني اختاروا مقله تكون صغيره باش ما تكثروش الزيت بزاف. فوالا البنات هنايا تحمر لي كما راكم تلاحظوا، ها وينا حمروا شويه، ما تبقاش تحمروا بزاف، نفوتوا في الحسن، نديرها دراكتومون في الحسن، يعني شوف ما تفتت ما والو، نخليها شويه تطيب مليح. فوالا نقلبها هذه، فوالا كما راكم تلاحظوا غنقليهم كاع بنفس الطريقه، نديرهم في الحسن تشربوا شويه في الحسن، يعني واحد دقيقتين ولا، ونقلعهم نديرهم في لاباسوار، يعني في الكسكاس يقطروا يقطروا من الحسن كما نديروا المقروط كيف كيف. هذه هي، ونشوفوه ان شاء الله، ونشوفوا ان شاء الله البسس تاعنا واجد حبيباتي. ها هو البسس تاعنا بعد ما قليته كما شفتوا معايا وعسلته، يعني الشكل النهائي تاعه فريمون صدقوني يجي هايل مع الحسن، يجي روعه. فوالا كما راكم تشوفوا الاخوان اللي ما يبغوش الحسن ينجموا ما يديروش، ياكلوا بلا حسن، بصح يعني هو من الاحسن يعني يجي معسل تاع المقله. نقسم لكم حبه باش تشوفوا البسس تاعنا كي جانا، شو كي يجي طري ويجي معسل من الداخل، يعني شوفوا الطراوه، يجي طري وما يتفتتش في المقله فريمون في حد البنه ما نحكي لكمش، يعني شو كي يجينا يجي رائع، يدوب في الفم يعني القلب الداخل معسل ومشمخ بالحسن. فوالا حبيبات نتمنى ان شاء الله الوصفه تجربوها وتردوا لي الخبر كما العاده في التعليقات. ما بقالي نقول لكم تهلاو في روحكم، نتلاقوا ان شاء الله في وصفات قادمه، ما تنسوش باللايك والبرتاج، وسلام حبيباتي.